السلام عليكم ورحمة الله. نعود إليكم بالسلسلة الجديدة، الحلقات الجديدة عن تعبئة التقارير. هذا نموذج تقرير لمدير مدرسة. طبعا هنا مكتوب 2019-2020، الفصل الأول والفصل الثاني. هاي البطاقة الإلكترونية الصفحة الأولى يجب أن تعبأ كاملة من قبل المدير، عبيها كامل. هذا مثال. نجي على الصفحة اللي بعدها. الجزء الثاني أنا كاتب وطابع 5 نقاط، بإمكانك تدمج 3، بإمكانك تكتب 4، بإمكانك تكتب 5، بإمكانك أنت تدمج وتكتب اللي أنت بتشوفه أنسب. هلا عندك هون مرحلة المراجعة الفصل الأول، مرحلة المراجعة الفصل الثاني. هذه نقاط حسب بطاقة الوصف الوظيفي. التاريخ تكتب هون وهون وهون، خلال الفصل الأول، خلال الفصل الأول، خلال الفصل الأول أو طوال العام. هنا خلال الفصل الثاني، خلال الفصل الثاني، خلال الفصل الثاني، أو تكتب التاريخ المستحق. التوقيع هون بكل مربع بدك توقع، وين في لك اسم بدك توقع، بتعبيها كامل لما بتحط العلامات. يجي الصفحة اللي بعدها، هذا تقرير مدير مدرسة. طلع التواريخ اللي هون واللي هون واللي هون واللي هون، إلك الحرية تحط التواريخ وتحكم فيها بالنسبة لتقريرك وتقرير المعلمين اللي عندك والكادر الإداري في المدرسة. المرحلة المراجعة الأولى ومرحلة المراجعة الثانية، أنا عامل ملخص، مش شرط كله ينطبق عليك، ممكن في نقاط ثانية أنت ضيف هون، ادمج نقاط، ما عندنا مشكلة. المهم يكون التقرير معبأ وموقع، اسمك هون وتوقيعك وتاريخ المراجعة الأولى، وهون اسمك وتوقيعك وتاريخ المراجعة الثانية. نيجي لهون الجزء الأخير، عناصر التميز. أنا حاط مثالين هون، طابع لك مثالين، بإمكانك أنت تكتب زيهم، بإمكانك تضيف عليهم. اطلع على العلامات، التقدير 95% من 80-90، هذه كلها عدلها بخط اليد إليك ولكافة التقارير الإدارية، بينما تقرير المعلم لا. شكراً.